نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب دورة تدريبية لطلاب الجامعات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. ويهدف التدريب إلى تعريف طلاب الجامعات بالمبادرة الرئاسية ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب. تعريفاً بمبادرة حياة كريمة ودور العمل التطوعي، يأتي البرنامج التدريبي لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لطلاب الجامعات. من هنا بدأنا نستقبل المئات من مقترحات ومبادرات الطلاب المختلفة في كافة المحاور الخاصة بالمؤسسة، وعليه احنا صممنا البرنامج التدريبي للمؤسسة بحيث ان احنا نحط إطار تنظيمي وإطار عام لكل المبادرات الخاصة بالطلاب. استقبلنا طلاب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحد دلوقتي احنا في الدفعة الثالثة من طلاب الجامعات، استقبلنا أكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة. طبقا لدور المجتمع المؤسسة حياة كريمة وهدفها في نشر الوعي وتثقيف أكبر شريحة موجودة في المجتمع وهي شريحة الشباب، كان من ضمن أهدافنا إن احنا نستقطب جيل الشباب وخاصة جيل الجامعات وجيل المدارس لرفع الوعي المجتمعي ودمجهم في العمل التطوعي وتعريفهم بأهمية هذا العمل. كذلك هؤلاء الشباب تم تدريبهم على كافة الأمور المتعلقة بما بعد العمل الجامعي أو بما بعد الدراسة الجامعية من أمور تسويقية وأمور إدارة مشروعات. مهتمين بالتدريب وبتبدأ تديهم المنح دي بحيث ان احنا نشجع الطلبة كلها ان هي تشتغل على نفسها اكتر في كل ترم عن الاول، والحقيقة انه ده يعني كان عامل ايجابي كبير جدا. يعني احنا دي اول مجموعة الحقيقة بندربها، وفي الاسبوع الجاي مجموعة تانية، ومش عايز اقول لحضراتكم معظم الطلبة في الكلية عندنا كلها عايزة تيجي البرنامج التدريبي لانه كلهم حسوا باستفادة زمايلهم بشكل كبير جدا. تضمن البرنامج التدريبي الذي يضم طلاب من جامعات المحافظات المختلفة تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أقل حاجة فادتني جامد إن إحنا عندنا في الجامعة بنعمل برزنتيشنز كتير، فكان في دكتور موجود بيكلمنا إن إحنا إزاي نعمل برزنتيشن، هي دكتورة هيام الطباخ، علمتنا إزاي نبقى عندنا ثقة في نفسنا ونتكلم، وبصراحة كانت أكتر حاجة فايداني. كانت برامج كلها مفيدة، كانت حاجات في حاجات جديدة أول مرة نسمعها وحاجات قبل كده واخدينها بس زودنا معرفة أكتر بيها. كانت البرامج طبعا اختلافها من أمن المعلومات للتنمية البشرية لإزاي تأهل نفسك لسوق العمل. المهارات اللي أنا اتدربت عليها إن هم بيساعدوني إن بيعدوا قائد للفترة الجاية، وإن هم بيساعدوني إن أنا لما أنزل أتعامل مع الناس أعرفهم زيادة عن حياة كريمة. أنا اتعرفت على حياة كريمة في الجامعة عندنا كتدريب، اتعرفت عليه من الجامعة، عرفته من الجامعة، الجامعة بعتته لنا. كمبادرة حياة كريمة نفسها احنا كنا بندرس حاجة مادة اسمها Sustainable Development تحت اشراف دكتورة ايمان رجب، هي عرفتنا على المادة دي، واحنا كنا عندنا بروجكت على مبادرة حياة كريمة واخترنا الانفراستراكشر نتكلم عنها وننفذ بروجكت عنها ونعمل ريسيرش كبير عنها، وعلى اساسه عرفنا مبادرة حياة كريمة. واول لما تبعت لنا اللينك بتاع التدريب احنا قدمنا فيه على طول عشان حسينا قد ايه حياة كريمة مهمة جدا. استفدنا من التدريب ده كتير جدا، ما كنتش متوقع ان هو يبقى حاجة بالشكل ده، كنت متوقع المستوى اقل من ده بكتير، فيعني هم خلفوا توقعاتنا. التدريب كان كويس جدا واستفدنا منه كويس جدا جدا. يأتي هذا البرنامج التدريبي سعيا من المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي وأهمية تعزيز الوعي لدى الشباب والنشء من خلال تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب.